أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة هو أيضا فلنسأله. كل يوم حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا، نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم كل يوم حياتنا بكل سلام، كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضع الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعم والرأفات. لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل المجد والكرامة تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفاتك، اغسلني كثيرا من اسمي من خطيتي، طهرني لأني عارف باسمي لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت كي تتبرر في أقوالك، لأني هانذا بالأثام حبل بي في الخطايا لأنك هكذا قد أحببت الحق. إذا أوضحت لي غوامة حكمتك تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني. اسمعني سرورا وفرحا تبتاج عظامي المنسحقة، اصرف وجهك امحو كل أثامي قلبا نقيا اخلق فيا الله. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزع مني، امنحني بهجة خلاصك وعلم الأسماء طرقك والمنافقون ليك ارجعون. نجيني من الدماء يا الله فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تصر وذبيحة لله روح منسحق. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتمنى أسوار أورشليم، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. هللويا. اثنينان تسبحة صلاة الغروب نقدمها المسيح ملكنا، ونرجو أن يغفر خطايانا. مزامير أبينا داود النبي بركات على جمعنا أمين مع بعض. رفعت عيني للجبال، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل فما ينعص حافظك. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظ دخولك وخروجك وإلى الأبد. هللويا. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل. هناك نصبت كراسي القضاء كراسي بيت داود. اسألوا السلام لأورشليم والخزب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك. من أجل أخواتي وأقاربي تكلمت من أجلك بالسلام من أجل بيت الرب. لك الخيرات. هللويا. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هما مثل عيون العبيد مثل عيني الأمل يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا ندعى المغصبين والهوان على المتعظمين. ثم قام مجمع دغبلة سمعان وكانت حماة سمعان قد أخذتها حمى شديدة فسألوا من أجلها فوقفوها وانتهر الحمى فتركتها في الحال كما وصارت تخدمهم عند غروب الشمس كان الذين عندهم مرضى
بأمراض مختلفة يقدمون إليه، أما فكان يضع عليها كل واحد من فشيهم، وكانت شياطين تخرج من كثيرين وصرخت تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم تكون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه المسيح. مجد الله دائما أبدين أمين. إن أجتمعك بكريستوس كلنا مع بعض كلنا مع بعض. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ؟ سقط النهار وحر ولم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني هان ذاب الأثام حول بي ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر علو السماء، لكني أتكل على غنى حياتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي انا الخاطئ وارحم زوج سابت ريكا كي اجيب نف. اذا كان الصديق بالجهد يخلص فاذا اظهر الخاطئ اسرع لي مخلصي بفتح الاحضان الابويه، لان افنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالان اتكل على غنى رافتك التي لا تفرق، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقن رحمتك، لاني اليك تخشع. اخطات يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان اودع لك ابنا، بل اجعلني كحل كانين كايك اسوس نسوني يونن لكل إثم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشوك اجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيئ لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع وبك أستشفى، وإياك أدعو ساعديني لا الأخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، ولا مؤامرة الأعداء هزمي، ولا أبواب الجحيم اغلقي. لك رب اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا كثيرة امين. كيري إليسون 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 كريه ليسون 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 يا رب ارحم. قدوس 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 رب السبعوت كرحمتك يا رب وليس كخطايا بين الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي الملكوت كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. نشكرك يا مالكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وأتيت بنا للمساء الشكري وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء
اللهم اقبل المجاهدين هذا الذي صار الان وننجاه من حال المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبه لنا. هب لنا في هذه من المقبله سلام غير الم ولا قلق ولا تعب لنك تزع ايضا بسلام وعافيه. هذه التسابيح والصلوات كل حين في كل مكان نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الاب غير المدرك ولا المبتدأ والروح القدس نحن نسوي لك الان والكل ظهر دول ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا سهل حياتنا قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء حتم ملائكتك نكون بمعسكرهم محفوظين مرشدين إلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود جعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع رب. تعالوا نراجع اللي احنا خدناه الصبح كام حاجة كده التكوين فاكرينها التكوين قلنا ايه ست اسماء حد فاكر حاجة ادم ها نوح ابراهيم اسحاق يعقوب يوسف كويس ده السهل ده ندخل على رومية رومية واحد الأمم بالشبه كده رومية اثنين اليهود ثلاثة المخلص أربعة إبراهيم خمسة ستة سبعة جهات ثمانية روح القدس تسعة عشرة نبوات حداشر خطة اتناشر لغاية خمستاشر السلوك المسيحي تعال احفظكوا حاجه جديده لو شاطرين يعني ناخد اعمال الرسل اعمال الرسل ببساطه اجيب الانجليش كمان اعمال
أول إصحاح بيحكي حكاية اختيار متياس، فهنسمي أعمال واحد متياس. أعمال 2:50 يوم العنصر، روح القدس حل وبطرس وعظ وكذا ألف أمنه. 3:4 الأعرج، أنه عمل معجزة الأعرج، وبعدين بعدها تحاكم بطرس ويوحنا بسبب الأعرج. 5 حنانيا وسفير، يلا احفظوا عشان هنسمع. يبقى 1 متياس، 2:50 3:4 الأعرج، 5 حنانيا وسفير، 6:7 استفانوس، اختاروا استفانوس في 6 ووعظ واسترشد في 7. 8 فيلبس، فيلبس اللي بيجي بعد استفانوس، فيلبس ده اللي بشر السامرة وعمد الخصي الحبشي. 9 شاول أو بولس. 10:11 كرنيليوس. تلاحظوا بقى الجزء ده كله ايه، بيج نيمز كده، استفانوس ورا فيلبس ورا بولس وبعدين كرنيليوس. يلا نقول من الأول يمكن تكونوا فاكرين حاجة. أعمال 1 متياس، 2:50 3:4 بيقولوا الطريقة دي تخلي الواحد ما يجيلوش الزهايمر، فـ it's good إن الواحد تريكول حاجات كده. 5 حنانيا وسفير، 6:7 استفانوس، 8 فيلبس، 9 بولس أو شاول، 10:11 حكاية كرنيليوس أول واحد من الأمم يؤمن ويتعبد، 12 يعقوب اللي استشهد، يعقوب أخو يوحنا لما استشهد، ده أول واحد من الاثناشر يستشهد. وفي نفس الإصحاح بطرس طلع براء يعني بمعجزة من السجن. تقريبا احنا خلصنا. ليه؟ ممكن أقول من 13-20 رحلات بولس، ومن 21-28 سجن بولس، هو كله 28. إنما لو in details يعني 13 و14 الرحلة الأولى، أول مرة يدخل تركيا بقى، بعدين 15 مجمع أورشليم طلع يقابل الرسل بولس عشان في أزمة التهوّن، 16-17-18 الرحلة التانية ودي قضاها أغلبها في اليونان، 19 و20 رجع تركيا تاني الرحلة التالتة، من 21 للآخر اتسجن وترحل لغاية ما وصل سجن روما في 28. صعبة؟ لا مش صعبة. نقول تاني، معلش التكرار يعلم الشطار، انتوا شطار ماشي كويس، واحد يصدق كده. أعمال 1 متياس، 2:50 3:4 الأعرج، 5 حنانيا وسفيرة، 6:7 استفانوس، 8 فيلبس، 9 شاول أو بولس، 10-11 كرنيليوس، 12 يعقوب، 13-14 رحلة الأولى، 15 مجمع أورشليم، 16-17-18 رحلة الثانية، 19-20 الرحلة الثالثة، من 21 للآخر. لو قلت 12 يعقوب، استشهاد يعقوب، طب 5 حنانيا وزفيرة، طب 3 الأعرج، طب 10 كرنيليوس، طب 14 رحلة الأولى، برافو، 18 الثانية، 24 سجن بولس، برافو. طيب 6 استفانوس، طيب 9 شاول أو بولس، طب 15 مجمع أورشليم، طيب 11 كرنيليوس، طيب 4 لا 5 هني 4 الأعرج، طيب نقول ايه تاني، 9 قلناها بولس، 7 استفانوس، طب 8 فيلبس، طب 18
ثانية، 20 ثالثة، 25، طب 29، ما فيش. اوكي شاطرين كويس. لا هو طلع براءة فعلا بس رجع اتسجن تاني وراح السما. كويس. ناخد كام سؤال. بيقول ظهر في أسئلة تجاوبت واتخلطت على أحيانا نتعامل بوداعة ونية صافية والناس تستغل ده، وماله الواحد لما يعرف ان الناس استغلت موقف برضو ايه يطلب الحكمة ويتعامل بحكمة مع الناس دول طالما هم abusive characters يعني. وبعدين ما احنا بنستغل ربنا كتير وربنا محتملنا. ليه في اختلاف في العهد القديم عن العهد الجديد في الوصايا؟ لا بصوا الحتة دي مهمة. هي الوصايا واحدة بس زاد عليها في العهد الجديد، يعني ربنا قال لا تقتل، دي موجودة عهد قديم وعهد جديد، لكن زود عليها في الجديد ايه؟ مش كفاية لا تقتل، كمان لا تغضب، لأن الغضب هو اللي بيجيب الأكل. لا تزني في العهد القديم، زاد عليها ولا تنظر إلى امرأة لتشتهيها، لأن دي البداية. يبقى هنا الواضح أن ربنا مش بيلغي حاجة، لا هو بيعمل ايه؟ بيطلع بيكمل. زي واحد دخل سنة أولى خد جدول الضرب 2 × 2 = 4، يدخل سنة تانية ياخد بقى ايه 20 × 20 بكام، يبقى بيكبر. فالبشرية بتكبر، لكن ربنا مش بيلغي الوصية في ذاتها، بس بيزود عليها ما يتفق مع الكمال. بقى عهد الجديد عهد الكمال، لأن المسيح له المجد كامل ودانا الروح القدس عشان نبقى كاملين. عشان كده قال سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم، وقال ما جئت لأنقض بل لأكمل. فهو جاي يكمل، فما فيش تعارض، هو امتداد. هو بتوع زمان دول صعبين قوي، فكانش ينفع يقول لهم حبوا أعدائكم، هم مش عارفين يحبوا أخواتهم. بعد ما قال لهم طب اللي يحبك حبه واللي ما يحبكش ما تحبوش، رجع قال طب بص بقى لا احب حتى اعدائك. في العهد الجديد طلع بالمستوى، يبقى واضح ان هو ترقي، لانه البشريه تقدمت ولان المسيح تجسد ولان هيدينا نعمه الروح القدس، فيبقى لازم سماها الكتاب شريعه الكمال. لكن في العهد القديم ما ينفعش يطالبهم بحاجه لا يمكن هيعرفوا يعملوها، لان هم ابتدوا بدايات طبعا سيئة وكان دماغهم في الشر أكتر. ليه الشر أكتر من الخير؟ الحقيقة هو الشر مش أكتر ولا حاجة، لأنه في خير كتير في العالم على فكرة، وكل أم مهتمة بأولادها وبتحبهم ده خير، كل إنسان أمين في شغله ده نوع من الخير. ففي خير كتير قوي، الطبيعة مليانة خير، في صفات في البشر حتى اللي بعدوا عن ربنا لسه فيهم حاجات خير. إنما الكتاب قال العالم وضع في الشرير، يعني أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. الناس ما بقتش تحب الصح لأن الصح بيكشفها بيشاورلها على الغلط، لكن ده مش معناه إنه الخير قليل قوي، لا، لأن كتاب بيقول وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. يبقى الجيل ملخبط لكن أولاد ربنا منورين. وبعدين انت ما تقعدش تبص للنسبة والتناسب، اعمل اللي عليك، انت شيل الخير للناس ما تقلتش الناس اللي فيها الشر. سؤال، قريت في كتاب معين لخبطني من ناحية الإنجيل. طبعا بصوا يا جماعة في كتب تشكيكية ما تمشوش وراها لأنه ممكن ما تكونوش جاهزين بالإجابات. فلو واحد قال لك شك وانت ما عندكش رد انت هتتلخبط. ف
فزي الحية لما اتكلمت مع حواء، حواء was not ready انها ترد على الحية فوقعت. فالواحد يبقى عارف قدر نفسه، عارف انه مش مذاكر كويس. طبعا ده دعوة ان احنا نذاكر عشان نعرف نرد على اي هجوم على الانجيل. لان ساعات واحد يقول لك الانجيل بيعارض نفسه فانت تتخض. طب قول له اديني مثل، هتلاقيه ما يعرفش يقول لك مثل، هو حافظ كده بس. قالوا له الانجيل بيناقض نفسه، خي ما فيش. فهتلاقي في حاجات هجومية كده، لكن حتى اللي بيهاجموا مش كلهم مذاكرين. سؤال تاني. نعمل ايه مع الغضب؟ بصوا، الغضب خطية وحشة. الاول تقتنع انها خطية وحشة عشان تحاربها. في بعض الناس مقتنع ان الغضب ده حاجة عادي، يبقى عمره ما هيخف، زي اللي شايف انه مش مريض عادي. لا، انت مريض لازم تتعالج. في واحد مثلا يجي له سكر عالي فيقول طب خلاص هاخد بالي. لا يا حبيبي، انت السكر عالي قوي، لازم انسولين او لازم دواء حتى لو غيرت الاكل. فالاول اقتنع ان الغضب حاجة سيريس، حاجة خطية وحشة تودي جهنم، فتبقى مركز فعلك. تاني حاجة انك تجمع الايات اللي جات عن الغضب او عن الوداعة او الهدوء اللي هو الوش التاني بقى، الوش الحلو، لان الايات نفسها تشتغل زي الدواء. يعني مثلا في ايه بتقول الهدوء يسكن خطايا عظيمه، يبقى لما تهدى انت بتسكن العصبيه اللي جواك، خلاص يبقى محتاج تشتغل على الهدوء. او مثلا مالك روحه خير من يملك مدينه، طب ما دي تشغلك عشان تبطل غضب. او ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في الكلام مبطئا في الغضب، يبقى لما تنشغل بكلام ربنا عن الغضب تقدر تفرمل. حاجة كمان، شوف ايه اللي بينرفزك وتفاداه على قد ما تقدر. في واحد بيتنرفز لما يكون جعان، طب بلاش تبقى جعان. او لما ياكل كتير، طب بلاش تاكل كتير. في واحد يتنرفز لما يكون تعبان قوي، طب ما توصلش للتعب القوي، حاول قبلها بشوية تريح عشان ما تاكلش بني ادم، يعني حرام عليك. في واحد بقى الفلوس تنرفزه، طيب يبقى انت بقى مش هتعالج الغضب، هتعالج حب الفلوس، لان في بقى مرض اكبر من الغضب. في واحد عدم المحبة، في واحد يقول انا كل ما اشوف فلان اتنرفز، يبقى المشكلة بقى مش في فلان، المشكلة انك مش بتحبه. فخطية عدم المحبة هي الاساس، عاوزة تتعالج. يبقى دور على ما وراء الغضب، السبب، عشان تقدر تخلص من الغضب جذريا. اهم علاج قالوا الاباء في الغضب هو الصلاة الدائمة. صلي على قد ما تقدر، صلي مزامير، صلي مطنيات، صلي اسم يسوع، صلاة يسوع، نادي على ربنا، اشكي نفسك لربنا، احضر قداسات كتير. الصلاة كتير تساعدك، تديك نعمة انك تهدى وتبقى مش غضوب. كمان في البيوت بالذات الكلام القليل يبعد الغضب. يقول ايه؟ كثرة الكلام لا تخلو من معصية، اما ضابط شفتيه فعاقل. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، لازم اللي بيكلم كتير يغلط، انما اللي يمسك شفايفه ما يغلطش كتير. كمان دايما بص على نتائج الغضب، الغضب نتائجه دايما وحش عليك وعلى اللي حواليك. برضو واحد من الاباء شرحها القديسين، يعني ان الغضب خمس خطوات. الاول الواحد من جواه بيضطرب، يعني حد ضايقني فانا من جواه اتشديت، وبعدين يطلع من جواه على الدماغ، فيبتدي الواحد يفكر بطريقه فيها غضب، زي يعمل كده ده انا ممكن اعمل له دماغه، بعدين تنزل من الدماغ على الوش، فالوش بعد ما كان رايق يبتدي ايه يكشر والعين تحمر ويبان بقى اي حاجات علامات كده، بعدين ينزل من على الوش على اللسان، فاللسان يبتدي يبرطم، وبعدين احيانا بقى يوصل من الوش للجسم، فيبقى ايه ايد ورجل بقى، وترزع وتخبط وتبقى خناقه وشغله. كل ده اسمه غضب.
فيقول لما تصلح الغضب ابتدي من الآخر، امسك ايديك، بعدين امسك لسانك، بعدين امسك وشك، وحاول تمسك دماغك، سيب قلبك بقى ربنا يمسكه. فرمل بس من الآخر، يعني الأول حتى لو غضبت ما تتصرفش غلط، ولو غضبت ما تقولش كلمة جرحة، ولو غضبت حاول ما تبينش، ولو غضبت حاول ما تسيبش أفكار الغضب الحقد دي تشتغل. يبقى كل ده exercises عشان تعمل كنترول. What age do people fasting؟ الشباب الصغير ممكن يصوم من أول 7-8 سنين بس بطريقة بسيطة مخففة. ممكن أصغر من كده بس نمنعه من بند أو بنتين. في أطفال بيبقوا من 4-5 سنين عاوزين، شايفين الكبار صايمين يبقوا عاوزين يصوم، نقول له طب هتصوم عن الشوكولاتة أو هتصوم عن البيبسي مثلا، فيبقى حاجة بيحبها بلاش منها، فيحس إنه صايم، لكن هو بياكل الأكل المفيد عشان لسه صغير. بعد شوية ممكن إيه نسمح له بفترات، حتى لو مش طول فترة الصيام تبقى جزء منها. بعد 10-12 سنة لا ممكن يصوم مع الكبار كل حاجة. وتأكدوا، خلي عندكم إيمان إنه بتوعني نوى صيموا العيال الرضع وما ماتوش. دانيال لما صام 3 سنين وهو في بابل وصحته كانت أحسن وكان شباب صغير. في ناس بتفكر قوي في الصحة وبتاع، بالعكس انتوا عارفين أكل الحيوانات عموما يضر الصحة، الفيجيتيريان بيعيشوا أكتر من التانيين يعني. والأصل في الصيام ما فيش زيت والكلام ده، والأصل في الصيام أكل نباتي خفيف، فاكهة يعني وخضار بسيط، فده عموما بيدي صحة أكتر ويدي برضو كالوريز وكل حاجة. في الإكليل أبونا بيقول يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. عاوزين شرحها اللي ما هي واضحة، يعني ببساطة بس مش عارف غرض السؤال، السؤال ممكن يبقى له غرض. لا ممكن تبقى أم البنت متغاظة إن الولد مرتبط لسه بأهله بعد الجواز. يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، معناه إنه علاقته بمراته أهم من علاقته بوالديه، ودي فعلا تعليم مسيحي. وبيتقال للزوجة حاجة شبه كده، انسي شعبك وبيت أبيك لأن العريس اشتهى حسنك، فأنت بقيتي تابعه ومش تابع باباك ومامتك، وأنت بقيت مراتك أهم من باباك ومامتك. ده تعليم الكنيسة. والحقيقة القاعدة دي لو مشيت تحمي من مشاكل كتير قوي، لأن احنا برضو كشعوب شرقية تلاقي يجوزوا الولد لكن يتدخلوا في حياته كأنه لسه متجوز، ويتعاملوا معاه كأنه صغير، يقولوا له يمين وشمال، طبعا مراته تتغاظ ازاي بعد ما اتجوز لسه أبوه يمشي كلامه عليه، طب هي اتجوزت راجل يعني ما يصحش، فتبقى متغاظ. أو الزوجة بدل ما تحكي لجوزها تبقى بتحكي لمامتها كل حاجة، فجوزها يتغاظ لأنه مفروض سرها معاه هو. فالشكل الأمثل أنهم أصحاب قوي، الرجل ومراته بيحكوا لبعض، شبعانين ببعض، الاحترام للكبار يستمر، خدمة الكبار تستمر، الإكرام، لأن أكرم أباك وأمك دي ملهاش وقت، ده طول العمر طول ما عايشين يعني، فالإكرام يستمر. لكن الالتصاق، التعبير اللي استخدمه المسيح، يلتصق بامرأته، يعني العلاقة اللصيقة هي زو امرأتك بس، فيبقى في كليفج، في نوع من الفطام حصل بين الشاب وبين والديه، وبعدين ارتباط أقوى بزوجته، ده اللي يخلي جواز مستقر ويبقى فعلا حسب إرادة الله. في سؤال ما فيهوش حاجة، بس يبدو انه حد عاوز ان انا اللي اكتب سؤال مثلا. اخر سؤال عندي هنا، لا اكل منه
حتى يكمل، لا أشرب من نتائج الكارما حتى. أوكي. سؤال: ليه المسيح قال أشربه جديدا في ملكوت أبي؟ بعض القديسين فسروها أنه هما لسه قبل الصليب والقيامة، فالتلاميذ مش مستوعبين كل حاجة، والمسيح بعد العشاء الرباني داخل على آلام صعبة قوي. فطعم بقى الفرح بعد قيامة المسيح اللي ادى قوة القيامة لكل البشرية بقت فرحة ملهاش يعني مثيل. لكن كمان قالوا انه في السماء يعني الثبات في المسيح والحب الأبدي ده أعلى من أي صلاة بنصليها على الأرض. فكأنه بيقول دي آخر فصحى هعمله معاكم، هشربه جديد يعني من هنا ورايح، مش هيبقى فصح يهودي، هيبقى إفخارستية مسيحية. ده أبسط يعني شرح للآية. أشربه جديدا يعني خلاص from now on أنا مش هعمل الفصح اليهودي، الفصح اليهودي انتهى خلاص، لأن الأساس بتاعه بقى المسيح مات وقام، فده فصحنا، فصحنا المسيح ذبح لأجله. عاوز اكلمكم في موضوع اسمه الشيء الواحد. احيانا بيبقى الواحد مش عارف ربنا عاوز منه ايه، وعشان نتشبه بالمسيح فاكرين تعبير قاله المسيح يعوزك شيء واحد؟ الشيء الواحد اللي يعوز واحد ممكن يكون مختلف عنه حاجة تاني، فكل واحد فينا محتاج يعرف what is the one thing needed عشان يعدل سكته. أدالكوا بساطة الأول وبعدين أدخل في آيات كتير. واحد بيصلي وبيصوم وبيطلع خير، إنما في خصام بينه وبين أخوه بقاله سنين. لو سأل المسيح وقال له ماذا يعوزني، هيقول له يعوزك شيء واحد، روح صالح أخوك الباقي ماشي كويس. في واحد تاني يكون البزنس واخده زيادة جدا وبيزعق ويتخانق ويخاصم ويدخل في قضايا ويمكن يبقى يعني سكته مش مظبوطة قوي عشان الفلوس، هيقول له يعوزك شيء واحد، لازم تصلح طريق البزنس بتاعك، الشغل بتاعك في حتة غلط، لازم تخاف ربنا. إذن كل واحد فينا محتاج يسمع مسج معينة فيها كلمة الوان ثينج دي. تعالوا نبصوا على الآيات اللي جات فيها the one thing، لأنها مختلفة، وتكشف أن مش كل واحد فينا زي التاني. وعاوز تقرب من ربنا لازم تكتشف what is the one thing related ليك أنت. مثلا المولود أعمى قال حاجة لطيفة جدا بقى، قالها بطريقة مختلفة عن اللي أنا بقوله. قالوا له على فكرة يسوع اللي شفاك ده خاطي عشان عمل الحكاية دي يوم السبت. فبص لهم كده، طبعا هو كان أعمى قبلها بيوم، فيعني بتقولوا إيه؟ فقال لهم شوف أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما one thing I know، أنا ما عنديش حاجة دلوقتي في دماغي غير حاجة واحدة بس، أني كنت أعمى والآن أبصر. يبقى في حاجة حلوة اسمها إيه؟ حاجة كده one thing شغلاني، هي حقيقة أن أنا كنت أعمى وشايف دلوقتي. قديس بولس مرة قال حاجة تاني، قال تمموا فرحي، كان في السجن وفي حاجة واحدة بس مزعلان، كان فرحان ببتوع فيليبي أو بس، قال لهم لو تكملوا فرحتي في حتة بس مزعلاني. كانت إيه اللي مزعلة؟ إن الخدام الحلوين تلاميذه مش بيحبوا بعض قوي. قال لهم تمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا لكم، محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا. يبقى دي اللي إيه هتفرحه. فلما ساعات في فريق خدام كده نقول لهم انتوا زي الفل، خدمتكم حلوة قوي، بس ناقصكم حاجة، اللي بتحبوا بعض كفاية، مع ان الباقي كويس. تعالوا نشوف حاجة تاني. قديس بولس مرة قال one thing I do، مع انه بيعمل حاجات كتير قوي، لكن قال انا بعمل حاجة واحدة بس،
تعمل حاجة واحدة، ده انت بتعمل 100 حاجة، تصلي وبتصوم وبتخدم وبتسافر. قال لا لا، انا اهم حاجة بعملها انسى ما وراء وامتد الى ما هو قدام. دي بتناسب الناس اللي حياتهم قبل كده كانت ملخبطة قوي. This is the one thing they should focus on. انه ايه، ما يبصش ورا خالص، لانه لو بص ورا هيعمل حادثة، هيتقلب. فهنا one thing I do. ده بقى الشاب الغني اللي إيه يقول للمسيح ايه، ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ بعد شوية قال له ايه، يعوزك شيء واحد، one thing you lack. لان الراجل ده كويس على فكرة، جاي بيدور على السماء وبيسأل سؤال مهم قوي، اعمل ايه عشان اروح السماء؟ قال له عندك حتة واقعة، حتة، بس طلع حتة دي كبيرة قوي. قال له روح بيع كل مالك، فلوسك هي اللي معطلك، انت غير كده حلو فعل. One thing is needed. دي اتقالت بقى المارسة. طب مارسة دي بقى عاملة عزومة للمسيح، وعاملة الملوخية بالأرانب، وعاملة مش عارف ايه، وطبخة وفرحانة ومجهزة الدنيا وبتخدم، هتأكل المسيح وتأكل تلاميذه وفرحانة. انما تعفرتت وتكركبت، وكتاب قال troubled and وبقت مشكلة. فقال لها مارسة كتر خيرك، بس في one thing is needed. هي ايه؟ انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة، والحاجة الى واحد. ايه الواحد هنا؟ ركزي معي، انا جاي بيتك عشان اكلمك عن ربنا، مش عشان اكل. فانت ضيعتي كل القعدة وتعصبتي وتضايقتي ومش حاسة بوجودي في بيتك والبركة، لانك ركزتي في حاجة غير اللي انا عاوزها. مرة تاني داود يقول one thing I have desired، واحدة سألته من الرب. تطلع ايه؟ عاوز تبقى مالك؟ ما انت مالك. عاوز ايه تاني؟ ما انت متجوز وعندك عيال. قال حاجة واحدة نفسي فيها، اقعد في بيته طول الوقت. طبعا دي صلوة جميلة، لان ده واحد شبعان وخاوة عنده كل حاجة، قال له مش عاوز حاجة في الدنيا خلاص، انا عاوز اقعد قدامك كده وبص عليك واتمتع بيك وخلاص. one thing I have desired، أسكن في بيت الرب كل يوم حياتك. تعالوا بقى ندخل نحللها بقى. اللي أنا قلته ده عاوزه يدخل في تطبيق عملي. بمعنى إيه؟ عارفين إيه اللي يخلي المسيحي مسيحي حقيقي؟ إنه حقيقة امبارح وحقيقة بكرة هم دول the only things he focus upon. احنا بنتحرك في الدنيا وكأننا امريكان، مصريين، عراقيين، او ارثوذكس مسيحيين. بصوا، هي في حقيقة لازم نفتكر ان احنا تعمدنا واسماءنا كتبت في سفر الحياة، ونروح الله سكن فينا. لان المولود اعمى حس بدي لما تعمد او يعني اتفتحت عينيه، قال انا ما فيش حاجة في الدنيا شايفها غير كده، مفيش حاجة شغلاني غير دي. أعلم شيئا واحدا، أنا كنت أعمى والآن أبصر. وأنت كمان تقول كده، أنا أعلم شيئا واحدا، أنا كنت رايح الجحيم ودلوقتي المسيح كتب اسمي في الفردوس. عارفين دي زي إيه يا جماعة؟ تصوروا كان عندي حد كده اتشخص كانسر وتيرمينال. طبعا الدنيا شوية سودت في وشه وكان مش مصدق وبعد أسبوع طلع أن التشخيص غلط وأن الموضوع بسيط. فأنا منساش منظره، قالوا له بقى ابنك مش عارف إيه جاب ملحق في الامتحان، كان بيضحك، وفي الشغل خصموا عليك يومين عشان قعدت شهرين في التحاليل والمش أشعات، كان بيضحك. فقالوا له انت مالك؟ مفيش حاجة فارقة. قال له مفيش ولا حاجة فارقة معايا، انا اعلم شيئا واحدا، اني كنت متشخص كذا ودلوقتي I'm free. فهمتوا الفكرة اللي عاوز اقولها؟ احنا احيانا بنبقى بيزي بمئة حاجة، بس لو احنا مسيحيين صحيح هنبقى ده الحاجة الوحيدة اللي احنا فاكرينها طول الوقت. مش مهم انت فقير ولا غني، مش مهم عمرك 70 سنة ولا 30 سنة، مش مهم معاك 1000 دولار ولا 1,000,000 دولار. الحاجة الوحيدة اللي المفروض تفضل فاكرها أبوك ربنا.
السماء مستنياك، اسمك اتكتب في السماء. ده الشيء الواحد لو فكرت فيه هتبقى سعيد جدا زي المولود عام. مولود عام طردوه من المجمع، هزقوه وطردوه، he was happy، مفيش حاجة فارقة معاه، مع انه طول عمره كان نفسه يدخل مجمع اليهود المحترمين. فلما حكموا لقوه بيدافع عن المسيح بغزو فطردوه. فاستلقاه المسيح، لا مبسوط. ليه مبسوط؟ قال له ولا فارق معي، انا كنت اعمى ولان ابصر، هي دي بس اللي فارقه معي. يبقى هنا لما الواحد يركز في دي الحته التانية اللي كنت عاوز اقولها، وان ثينج، هي السماء. مفروض ان الانسان المسيحي عينه على السماء، مفيش حاجه تاني تعطله. طب الفلوس تيجي زي ما تيجي، طب الصحه تمشي زي ما تمشي، طب مش عارف راي الناس يطلع ينزل مش مهم، هي حاجه واحده شغلك انك تدخل السماء. يبقى ده اول فكره في الوان ثينج، ان الواحد عارف هو مين ورايح فين. السؤال ده مهم قوي، هو مين ورايح فين. انت مش مهم اسمك، ميل اور فيميل، مش مهم سنك ولا فلوسك، انت مسيحي، حاجه كبيره قوي. ورايح فين؟ يعني رايح السماء، سكتك على السماء. فده اللي يخليك فعلا حاسس انه انت مختلف عن الدنيا كلها. مرة واحدة اتعمدت على كبر كده يعني، وبعدين كان في زف الطفل بعد المعمودين، انتوا عارفين بعد ما نعمد الطفل بنزفه في بعد القداس، نعمل له زفة وهيصة كده وزغرته. فأنا شايفها هناك عمالة تحيط كده، متأثرة قوي. فقربت قلت لها في حاجة مضايقاكي يا بنتي؟ قالت لي لا أنا متأثرة، بس أصل ما حدش فيكوا حاسس باللحظة دي. أنا عشان اتعمدت كبيرة عارفة اللحظة دي قد إيه أخطر لحظة في العمر كله، بس أنتوا مش حاسينها عشان خدتوها وأنتوا أطفال ومش مقدرين دي. فعلا فيها كان ميتا فعاش، اللحظة دي أنا فاكراها، دي كانت ميتا فعاش. يبقى أول حاجة عاوزين نحطها قدام عينينا، إحنا distracted زي ما تقال على مرسى كده، إحنا مشتتين، نفكر في الدنيا كده شوية والعيال شوية والناس شويات، ده بيخلينا ضعاف. مولود أعمى الكنيسة حطه لنا في الصوم الكبير كده، شخص جميل يشهد للمسيح ما بيخافش، بيقول أنا ما أعرفش غير حاجة واحدة بس. الشهداء بتوع مصر كانوا كده، وبتوع برضو كل حبايبنا في سوريا والعراق كانوا بيقولوا نفس المعنى، أنا ما أعرفش غير أن أنا مسيحي، ياخدوا الفلوس يموتوني مش مهم، أعلم شيئا واحد. معنى تاني مهم، فكرة مفتكرين شيئا واحدا في الخدمة بالذات. في one thing is always needed and maybe always missing، يعني هو حكاية الوحدانية. يعني احنا في كنايسنا في ناس كتيرة نشيطة وفي activities كتيرة وفي اجتماعات كتيرة وفي ناس بتجري يمين وشمال وفي وفي وفي، انما ربنا يسوع من فوق باصص كده، بس في حاجة مش مريحة، انه الخدام مش بيفكروا بطريقة واحدة، مش بيحبوا بعض كفاية. That's the one thing missed، دي حتة مهمة قوي. ساعات الواحد فينا احبائي يبقى الانجازات في الخدمة شغلة اكتر من ارتباطه باخواته، ودي حيلة مشهورة من الشيطان. انما الاهم ان احنا نحب بعض في الكنيسة اكتر من الانجازات. كنيسة تتبني في 10 سنين، في 5 سنين، في 20 سنة، بس خلينا نحب بعض. المشروع ده يخلص او ما يخلص مش مهم، مهم نفضل نحب بعض. انما احنا كبشر تلاقونا عاوزين نعمل achievements ونخلص حتى لو دوسنا على بعض، لا كده في حاجة غلط. الشيء الواحد اللي دايما المسيح بيفكرنا بيه، حبوا بعض، الباقي ده سهل. الخير يجي والمكاسب تيجي والشغل يجي، لكن المحبة ما تجيش غير لو ركزنا عليها. وعشان نفتكر شيئا واحدا، one mind و same love or one accord، لازم نحتمل بعض ونوطي راسنا لبعض ونفوت لبعض ونقبل بعض، نستحمل بعض. أزمة من أزمات الكنائس كلها دلوقتي إن إحنا مش مستحملين بعض وبنركز على عيوب بعض. طب ما ربنا قابلنا كلنا بعيوبنا وراضي بينا، إحنا ليه مش راضين ببعض؟
ليه بنركز على حاجة نيجاتيف وبيشتغل بينا كلنا رغم عيوبنا. وان ثينج أو آخر اللي قاله بقى القديس بولس، قال أفعل شيئا واحدا أنسى. دي بعض الناس اللي قاعدين هنا محتاجينها. في واحد بيسموه مربوط بالماضي، واقف عند الماضي عينه دايما ورا كده، في ذكريات مؤلمة جواه، في أحداث في الماضي، في خطايا في الماضي، في ظلم حصل في الماضي، في مشاكل. فتلاقي الواحد ماشي لكن هو الدماغ مسيطر عليها صور من امبارح. ده علاجه ايه ده؟ ده محتاج one thing. one thing اللي هي ايه؟ يقفل على امبارح خالص، يلغيه تماما. مرة شاب كده جه قال لي كده، قال لي انا كنت بكره ابويا وامي لان هما بهدلوني وانا صغير، ربوني كل اللي انت بتقوله في التربية عملوا عكسه، وكنت حاسس ان انا مغلول وتخرجت وبشتغل وعصبي وزي الموضوع ده مش راضي يطلع من دماغي. وبعدين اب اعترافي قال لي الآية دي، فبقيت اصلي واقول له ممكن تساعدني انسى. قعد يصلي اسبوع بحرارة ومطانيات، يا رب الغي الماضي من دماغي، مش عارف احب ابويا وامي، مش عارف اعيش بسبب الظلم اللي عملوه. قال لي بعد اسبوع من الصلاة زي اللي فعلا جالي يسموه فقدان ذاكرة، الفترة دي راحت من دماغي كأنها فعلا ما كانتش موجودة، نعمة من ربنا كده. فروحت لهم مرة البيت خدتهم بالحضن، بقوا مخضوضين لاني بقالي سنين بعملهم بأجريشن، وقعدت اكل وحكي معاهم وهما يبصوا لبعض، هو ماله طبيعي ولا مش طبيعي؟ ما كان من اسبوع بايخ ودمه تقيل. فقال لي هما كلهم حسوا ان في حاجة جديدة، سأل لي انا حسيت يعني ايه حرية لاني مشيت على الوان ثينج ده اللي هي ايه؟ اقفل على امبارح، اشطب عليه خالص. بشكل تاني بقى، ساعات تبقى مش غلطة ناس فيك، ساعات تبقى غلطتك. برضو كان عندي خادم وقع في الزنا في شبابه، وبعدين 20 سنة بيصارع مع الاكتئاب، واتاري الاكتئاب ريليتد للحتة دي، ان هو كان حساس جدا وضميره تعبه جدا بالرغم انه اعترف، بس مش مسامح نفسه ومش راضي ينسى اللي عمله، وواقف عند الذكرى السيئة دي، تذكر الشر الملبس الموت، مش عارف يعيش. متجوز ومخلف لكن always depressed ومزاجه بايخ، والناس اللي معاه تعبانين منه ومحدش عارف ايه مشكلته، لغاية ما برضو ايه خد له وقت كده لغاية ما اقتنع ان ربنا اللي فات يا ابني مات مش موجودة. لو فتحنا الملف بتاعك في السماء مش هنلاقي الصفحة دي، اليوم ده كله مش موجود لأنك تبت واعترفت واستقمت. فين لما الفكرة دخلت قلبه؟ توك تايم يعني، ما جاتش بسرعة، بس صدقوني وصلت انه بطل الانتي ديبرس. لمجرد انه عارف يعني ايه يسامح نفسه وينسى ما وراء ويمتد الى ما قدام، بقى نشيط ولذيذ وخادم منطلق، يعني اتغير بجد. اذا يعوزك شيء واحد، يا ترى انت من انهي نوع؟ اللي عاوز يسامح نفسه ولا اللي عاوز يسامح غيره ولا اللي عاوز يحب اخواته في الكنيسة؟ يا ترى انهي اجابة اللي هيقولها لك المسيح؟ كلنا في شيء واحد المسيح بيشاور عليه، برايوريتي كده في شغلك الروحي لازم تكتشف عشان تعرف ربنا عاوز منك ايه بالظبط. يعوزك شيء واحد بقى، اتقالت للشاب الغني، ودي الحقيقة من اكتر الامور بقى اللي ايه انسان مش بيرضى يواجهها، للاغنياء فقط، بس مش الاغنياء العاديين اللي فارق معاهم الفلوس وحاسين ان هم ثقتهم في فلوس. واغلب الاغنياء كده اللي معاه فلوس كتير مش عارف يؤمن كويس، عارفين ليه؟ لانه في الهين دلوقتي، ما هو لا اما تصدق ان الفلوس هتحل لك مشاكلك يا اما ربنا، نظريا بتقول ربنا،
لكن أول ما بتحصل مشكلة مخك بيروح على البنك، فالبنك أقرب لأنه هو الحل بالنسبة لك. أو تبقى عندك إحساس مزيف بالسيكوريتي، ليه؟ عندي في البنك قد نص مليون دولار، فأنت إيه؟ You feel secured. طبعا دي فولس، هي مش سيكوريتي. عشان كده المسيح قال ما أعصر دخول الأغنياء ملكوت السماوات. فالشاب الغني بيحب بجد ربنا وبيحب السماء ومتواضع ومليان حاجات جميلة، إنما يعوزه شيء واحد. واتقالت له بقى بطريقة صريحة زيادة، تسيب كله. فطبعا مضى حزينا، هي كود نعط، معرفش يعمل كده. تعرفين في تفسير الآباء قالوا حتى يعوزك شيء واحد، بيع مش لازم تبقى حرفيا، لكن مهم قوي تبقى من جواك، ما يبقاش للفلوس مكان عندك. لكن عاوز اقول لكم يا جماعه، اللي ربنا فيكم مديله استقرار مادي جامد، لازم تزود عن العشور، والا تبقى مش فاهم ربنا، لان ربنا هيحاسبك على الوزنه دي. دي وزنه، لو انت عايش بصعوبه وظروفك ضيقه خلاص، لكن لو ربنا اداك واداك كتير، افتكر انك مش هتقف قدام ربنا بريء، لان في ناس بتموت من الجوع، مش هتقف بريء. وما تقولش ما هم ما كانوش قدامي، ما العالم كله بقى قرية واحدة، وانت مش عارف ان 80% من العالم فقراء. فالكلمة دي ليك، يعوزك شيء واحد، انك تاخد قرار مع نفسك انه ما ينفعش عايش كده. ينفعش تبقى فيه شوية فلوس في البنك مركونة وانا فرحان بشوية اصفار زيروز، طب وبعدين؟ ولما موت هقابل ربنا اقول له ايه؟ ادتني ده كله وانا استخسرته في ولادك. يكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني حاملا الصليب، تعالى اتبعني وبس. يبقى احنا ساعات تبقى الشيء الواحد اللي محتاج انك تعمله هو انك انت to let go، تسيب شوية الفلوس. زكا عرف دي، زكا حياته كلها من الخبطة، لكن لما المسيح دخل بيته من غير ما يقول له عاوز منه ايه، وقف زكا لوحده وقال له I got it، انا فهمتك، انا عارف ايه اللي يبسطك. بص بقى، نص فلوسي النهاردة هتروح للفقر. والحاجة التاني برضو فلوس، ان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف، هصلح كل اللي ظلمته. هو تقريبا فلس في اليوم ده تقريبا، يعني الحركة اللي عملها دي، انما هي بيكيما سينت بعد كده، بقى قديس، لان هو ده الشيء الواحد حتى لو في حياته اخطاء كتير، هي دي الميجور اللي لازم ياخد فيها موقف. فتاني السؤال المهم، انت عندك الوان ثينج ده واضح ولا لا؟ تاني بعيد وازيد، معلش احتملوني، هو انت عارف ربنا اكسبكتنج ايه منك، ولا انت هربان من السؤال؟ هل القضية خصام مع شخص يبقى مستنيك تحب؟ هل ما بتصليش خالص يبقى مستنيك تصلي؟ هل ما بتعترفش خالص يبقى مستنيك تعترف؟ هل بتحب الفلوس قوي عمال تخزن يبقى مستنيك تطلع؟ يعني you have to understand انه ساعات تبقى as simple as one thing, just one thing you need to know. فهنا يقول لمريم ومارسا بقى، مريم عملت حركة جميلة، لما دخل المسيح بيتها جريت قعدت تحت رجليه ومبسوطة بالكلام ومركزة. ممكن نسميها القعدة مع الإنجيل، ممكن نسميها الكوايت تايم. مارسا بيزي مجهولة، فمارسا هاجت على المسيح وهاجت على مريم، يعني غلطت في الاثنين. قالت له أما يهمك أن أختي تركتني أخدم وحدي؟ يبقى غلطت في مرسى وغلطت في ربنا كمان. فقال لها مرسى، مرسى في إيه؟ الغلط عندك أنت، مفيش عندي ولا عند مريم حاجة غلط، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كتيرة. برضو ده بينطبق على ناس كتيرة، وساعة إحنا الكهنة، يبقى ربنا عاوز يقول لك إيه؟ ما تقعد قعدة مريم تحت رجلي ونحكي وتسمعني، لكن هتفضل تقول ورايا 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 ورايا. You lost the one thing، أهم حاجة أنك تشبع بيا،
هو أنت يعني مش بتخدمني؟ طب أقعد معايا أشبع بيا. فساعات the one thing هنا معناه إيه؟ ممكن تركز في الصلاة، ممكن تقرأ الإنجيل على مهلك، ممكن تقضي وقت كده مع ربنا تحبه وتشبع بيه. مرة تاني بقى داود يقول واحدة سألت من الرب. طبعا دي بقى اشتياقات القديسين بقى نفسنا نوصل لها دي. في واحد لما تسأله نفسك في ايه تطلع بمنتهى التلقائية، نفسي اروح السماء. يا بختك، دي الإجابة على فكرة المثالية لأي مسيحي. لما يتسأل نفسك في ايه، نفسي اروح السماء، يعني تموت؟ اه ما فيش مانع طبعا. السماء ازاي يعني؟ ماشي، انا لازم اموت. طب انت مش خايف؟ لا مش خايف، انا عاوز اروح لربنا. طبعا ده مش كآبة ولا انتحار ولا لا لا، ده شوق. ده اللي قاله القديس بولس لما قال ايه، لما قال ليه اشتهاء ان انطلق ذاك افضل جدا، يعني ما لا يقارن باي حاجة تاني، احلى من اي حاجة ان انا اروح السماء. بس يمكن احنا كمبتدئين الموضوع ده لسه بعيد عن ذهننا. نفسنا نشوف ولادنا مش عارف ايه، ونشوف احنا شكلنا ايه، ونعمل شوية انجازات في الدنيا ماشي، وربنا يحايلنا لكن هو نفسه كلنا نقول نفس الكلمة، لانه قال اطلبوا اولا ايه، يعني اطلبوا ملكوت السماوات، يعني اطلبوا تروحوا السماء. دي ببساطة كده. وعلى فكرة احنا كل يوم في أبانا الذي بنقولها، بس احنا ما نقصدهاش. لما بنقول له ايه ليأتي ملكوتك، طب لو ربنا جه خدك ساعتها تقول له لا؟ هو انا بقول كده وخلاص، لكن يعني هم ابانا الذي كده، طب اعمل ايه؟ لكن بس هي ليأتي ملكوتك، يعني انا عاوز اجي السماء، عاوز اجي عندك. فاذا كنت بتحب ربنا هيبقى that's the one thing برضه، ليأتي ملكوتك يعني ندخل السماء. أحبائي خلينا نراجع إن إحنا في زمن في مشغوليات كتير قوي، لكن we need to know what's the one thing. عاوز كل واحد يفحص ضميره، هو ربنا إيه بالظبط اللي أنا بالذات منتظره مني، لأن الإجابة مختلفة من واحد للتاني. It's not the same. ممكن بالنسبة لبعض الناس تكون الوصية المكررة في الكتاب Do not worry، أكتر وصية جت في العهد الجديد وأكتر وصية بتوع العهد الجديد ما بيعملوهاش، لا تهتموا. احنا حتى في الاعترافات ما حدش بيقولها، يعني نادرا ما حد بيجي يقول في الاعتراف أنا بعول الهم، بيعتبروه حاجة عادية. بس هي دي الوصية المكررة، أكتر وصية قالها المسيح في العهد الجديد بلاش تعولوا الهم. لكن احنا بنعول الهم عادي ومش فاكرين انه مستني كده. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين. ناخد نص ساعة بريك ونرجع تاني، نرجع 7:15.